ضيفتنا هاد الأسبوع فنانة في عالم الطبخ، تفوقت على بزاف حاجات في مشوارها. راح يكون لها معنا أول لقاء إعلامي. إنسانة متواضعة ولقت بزاف ناس دعموها، من بينهم زوجها. خلونا نتعرفوا عليها. السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في قناة الشباب. ما راحش نكونوا على قناة لكي، راح يكون أول ظهور ليا، تعرفوا عليا أكثر وأكثر. معكم أم غفران وصفوان، أم لطفلين من وهران، يوتيوبرز جزائرية متحصلة على الدرع الذهبي، متحصلة على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية تخصص مالية نقود وبنوك، وكنت كمسير مالي مدة سنتين في شركة وطنية. علاه خيرتي هذا المجال؟ لأن الطبخ بكل بساطة الشغف تاعي، هو فن، وكل واحد الفن اللي يبغيه في هذه الحياة، وأنا تخصصت فيه لأني نبغيه بزاف ونبغي نمد في هذا المجال. كوني رجعت ربة بيت، وكل ربة بيت فنانة في المطبخ تاعها، حبيت نشارك هذا الشغف كصانعة محتوى، ونشارك كل ربة بيت في وصفاتها اليومية. هواية ولا درستي؟ هواية أول شيء، ودرستها ثاني شيء. كأي حاجة يبغيها الإنسان لازم هذيك الحاجة يعطيها قيمتها. أنا درست لها وعطيتها جزء من حياتي كدراسة، باش ننمي القدرات تاعي فيها، وباش نزيد نتعرف على خبايا هذا الطبخ. وفاش تخصصتي؟ كل مرة كنت نتخصص في مجال، باش لأن قناتي متعددة، مش متخصصة في مجال واحد. طبخ العصري والتقليدي، تخصصت في الحلويات العصرية والتقليدية، المملحات، حتى لي سوكري، لي فيغين، حتى في البيتزا والمعجنات، أنواع الخبز، كل شيء. كل خطرة نقول لك، كل خطرة نروح لزهرة من هذا الفن. حكينا عن دخولك منصة اليوتيوب. الحاجة اللي شجعتني أني كي كنا نديروا هكا العرضات في المنزل تاعنا، أنا والزوج تاعي هو يدير عرضات ماشي أنايا. أنا كنت دائما، تعرفوا المرأة دائما نقول لها الكوزينة لازم نقدموا حاجة تحمر له وجه قدام صحابه قدام اللي عرضهم وتكون مقامهم. كنت كل ما ندير حاجة كانت تلقى قبول، الحمد لله قبول، سواء كانت تقليدية ولا كانت عصرية، ولا كانت تلقى قبول من هاد الناس اللي دعموني، حتى هما بالتشجيعات تاعهم، بالدعوات تاعهم الخالصة، لأن كل واحد كان ياكل حاجة عندي دائما يدعي لي يقول لي الله يوفقك في هذا. بورتون ما يعرفونيش أنا شكون، ولا أنا ما نعرفهمش. أنا قدمت المنتوج تاعي اللي هو طبق، وهما رضاو به لأقصى الحدود، الحمد لله. هذيك هي النتيجة تاعي، وهي اللي شجعتني وكانت الدافع الرئيسي أنني نزيد نشارك الناس في هذه الحاجة. وكيفاش كانت بدايتك كصانعة محتوى؟ بدايتي في اليوتيوب كانت في 2016، من بعد حبست شوية، كان ظروف خاصة هكا حبست شوية، ومن بعد 2017 بديت نيشان نوض كل يوم، عندي برنامج، خصصت وقتي لليوتيوب وتفرغت له. كان فكرة زوجي الله يحفظه، كانت بداية كبداية أي شخص في أي توجه يأخذه، سواء تخصص في دراسة ولا تخصص في أي حاجة. منصة اليوتيوب تصنع منشئي محتوى، تبغي تبارطاجي ولا تشاركي الناس في حاجة تكوني تبغيها، سواء كانت حتى لو كان رسمة تقدري تشاركي بها الناس، اليوتيوب يشجعك عليها. قلت لي ما لا نشارك أي طبق نديره، أي فكرة، أي أستوس قريتها، سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، نشاركها مع ربات البيوت، نشاركها مع الرجال اللي مشغوفين حتى هما بالعالم الطبخ والطهي. وهذه هي أول طبق حضرتيه. الطبق الأول اللي حطيته على قناتي كانت الفلفلة الوهرانية، على الطريقة الوهرانية. طبق جد سهل وطبق بسيط جدا في المكونات تاعه، لكنه كل واحد والطريقة تاعه. نحاول دائما أنني ندخلها كأطباق تكون جديدة في ثقافة البلد تاعنا اللي هو الجزائر والمغرب العربي كافة، وتنال رضا الجميع، لأنها الأولى، حاجة الأولى في الوصفة اللي نديرها نعرضها على العائلة تاعي، نعطيها للصغار ونعطيها للزوج تاعي، يعني الكبار والصغار. إذا دات العلامة الكاملة، راني نعرف بلي الناس الاخرين تاني غادي تعجبهم. لقيتي تفاعل بعده؟ التفاعل تاعها كان قليل، لانها كانت مع بدايات القناة يعني، وانا ما نحوسش على التفاعل. قد لو كان يوصل لي غير واحد من الناس، ولا ربة بيت واحدة، ولا رجل واحد دا هذيك الوصفة وطبقها وفرح بها ودخل الفرحة على قلبه ولا قلب العائلة تاعه، هذاك هو الجروب بليزير تاعي. مهمة صعبة ولا سهلة؟ لهذيك 5 دقائق ولا 6 دقائق اللي يشوفها المشاهد عبر منصة اليوتيوب، ماشي سهل. هذيك عصارة يوم كامل ولا حتى يومين، دفعة سيمانة اللي هي أسبوع،
وانك تحضر لها، تعطي لها الوقت الكافي لهذه الوصفه، تدرسها وتدرس معها نفسيه المشاهد كيفاش غادي تقدمها له، يلقاها بقلب رحب، الا غادي تردي له الذوق تاعها، لان كما تعرفوا الجمهور الجزائري عنده ذوق جدا هذا الجمهور، ويبغي دائما يكون حاجه لو كان يعرفها هو تزيد له فيها حاجه جديده تفيده بها، ما تقعدش غير في الروتين انك قلت لها هكي طيب هكي طيب هكي طيب، لا زيد لها حاجه فيها، زيدها بنة كما دائما نقول لهم، انا عطيتكم الطبق بس عطيتكم بنة على بنة، دائما زيد لهم هذيك البنة زيادة فيه. شعل تشوف في الفيديو من مره قبل ما تقدميه للجمهور. اتفه التفاصيل لو كان مغرف الطيح مشي في بلاصتها نيشان نعاودوها، يعني سيرتو انا كان الشي صالح يقول لي عليهم هو مدك في مجال التصوير وكل شيء، يقول لي لا يكونوا هادو كيما نقولوا حنا لي زاكسيسوار تاع التصوير، ماذا بيك يسمعوا هذاك الحس ولا هذاك لانك راكي في المنزل. انا لا، انا دائما نحوس تكون هذاك هذاك الفيديو يكون صافي للناس، يعني باش ما يزعجهمش ولا، لكن بعض الاحيان اللي الله غالب عليا يكون هذاك الصوت المزعج ولا حاجه تاع جوارين، ولا باسكو انا ماتش نكون في استوديو مغلق، ولا غادي يكون عندي راني في كوزينه عاديه كاي مراه في الكوزينه تاعها، تسمعوا هكا اصوات، ولا دائما نقول لهم اعتذر انكم سمعتوا حاجه تاع ازعاج ولا تاع هكا تاع ولدي الصغير يهضر ولا حاجه، دائما نحاول نقلعها مي لا فاتت نقولهم صفر. كيفاش تنظمي وقتك بين التصوير ومسؤوليتك في الدار؟ اي مراه في البيت تاعها يكون عندها غير داك النهار بروغرام، روحها تروح تخرج خارجه، ولا غادي تلقى روحها لازم الصباح تنوض تقضي دير الفطور في وقته، الا كان عندها الغسيل ديرها في وقته، يعني توفق غير باش تخرج عشيه للطبيب ولا اي حاجه في ظرف معين. وما بالك انك تصوري ولا تديري تصوير تاع وصفه اللي تكوني دايرت لها اعداد مسبق، قلت لكم ليله ولا نهار ولا يومين ولا، وتزيدي كي تصوري عندك لي كوليس ولا الكواليس تاع التصوير، صعبه جدا انك تحضري وانك تحطي يعني المنتوج تاعك تقدمي في ابهى حله، لان هذاك تكلي راكي تقدمي في حاجه انتجتيها، لازم تكون هذيك الحاجه كل حاجه حطيتيها لها بديتيها من الاول حتى التالي راكي دارستها، سواء من ديكور لا بغا حاجه بسيطه. انا يعرفوني الجمهور تاعي اني بساطه المكونات، بساطه الصوالح اللي نخدموا بهم، يعني ما نجيبلهمش حاجه نكلف عليهم، المهم راكي في الدار بدعي في الدار، ماشي لك يكون عندك كوكوط مينوس باش طيبي، لا كوكوطه نورمال تبلعي فيها طيبي وتجيك حاجه حلوه بنينه ما شاء الله، يعني باش توفقي في هذا المجال صعب جدا، ودائما يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هي كي تعقدي النيه وتعزمي هذاك الشيء الاول. حكينا عن تحصلك على الدرع الفضي والذهبي. الدرع الفضي عفوا كان نقطه تحول ليا، النقطه اللي شجعتني اكثر وقتها، راني عاقله في نهار الدرع الذهبي كي ديته، لان باش تديه الاولى توصلي ل 100 الف مشترك، من بعد باش يوصلك يقعد لك حتى لموا 3 موا، صديق لك تفوتي هذيك العتبه تاع 100 الف مشترك، تفوتي حتى ل 20 الف مشترك بعد ال 100 الف، يعني كي تقعد تنتظر فيه شغف كبير هكا وتنتظر حاجه بلي راهي جاياتك وثمرة المجهود تاعك. في هذاك المومو الزوج تاعي قال لي تأمني بقدراتك انك توصلي للمليون مشترك وتتحصلي على الدرع الذهبي، قلت له باذن الله باذن الله باذن الله راح نوصلها باذن الله تعالى. وكان كان كيما قال لي هو، ومام انا حتى دائما نقول يا ربي نوصل له، ويا ربي نكون عندي هكا تواصل اكبر مع الجمهور، والحمد لله. تعليق من متابع اثر فيك. الحمد لله يا ربي، هذا التعليق جاني من مرا كبيره، يعني في السن تكون من السن تاع الوالده تاعي، ولا هذا اللي اثر فيا اكثر، ان هذه المراه كان ولدها في الخارج كان في الطليان وباغي يدير الطعام الكسكس الوهراني، الطعام هذا ما عيا تتفهم فيه تقول لها كي ديرها كي ديرها، ما حاجه كي تفهمها لغويا ولا بالشفه الشفتين، ماشي كيما تحطها كفيديو. دخلت هي حوست على عده وصفات في منصه اليوتيوب ولقات الفيديو تاعي، عطات لو ليان وفرح به بزاف، مداه للناس ثقافه واحده اخرى الكور او لي ايطاليان، وعجبهم بزاف، وقالت لي ربي يجازيك بنتي وربي يخليك ان شاء الله اللي فرحتي ولدي في الخارج. شكون اللي دعمك؟ الشخص اللي دعمني هو الزوج تاعي اكيد، نوجه له تحيه وندعي له من ربي سبحانه يعطي حاجه اللي راهي قاعده في قلبها، الحاجه مع مرات صايي الحمد لله،
ان شاء الله الزوج تاعي يكون راضي عليا في الدنيا وفي الاخره. والشخص الثاني اللي دعمني هي العائله تاعي، والدي، اخوتي، اختي، سيرتو اختي بزاف دعمتني، امنوا بالقدرات تاعي. وحتى العائله تاع الزوج تاعي ثاني كانت السند، لان لو كان هذا الابن منتوج عائله طيبه جدا اللي عطاتني هذا الزوج. نقول لهم ربي يخليكم تاج فوق راسي، هما ثاني والديا. وهذا المكان نصيحه لكل مبتدئ في صناعه المحتوى. على راسي وعيني دائما نقولها لهم، انتم على راسي وعيني المبتدئات والمبتدئين، سواء كان في اي مجال، نقول لهم الابداع فقط، النيه الخالصه، الاولى تكوني صادقه في الحاجه اللي كتمديها، لانك تصدقي في حاجه ربي كاع ما غاديش يخيبك، غادي تكملي، ما كاش زعما نقولوا حنايا شك في هذا. ونقول لهم ما تكرهوش، باسكو اليوتيوب باش تحصل على الشروط تاعها، باش تحصل على قابليه من الجمهور. قلت لكم جمهور ذوق جدا، جمهور عنده نفسيات مختلفة. رانا مع اللي يكون واصل في العلم، كاين اللي ربات بيت، كاين اللي كل واحد وكيفاش. كاين سبحان الله هنا تفكرت واحد الموقف ثاني، كاين حتى اللي ذوي الاحتياجات الخاصة يشوفونا. جاني خطرة تعليق من واحد الأخت، ربي يشافيها وإن شاء الله يشافي كاع الأمة المسلمة اللي هي مريضة ويعافيها، أنها ما تشوفش، اللي قال لك تفهميها تعطيها كل شيء. يعني الإنسان كيشوفني هكا نشرح في الوصفة على ادق التفاصيل، ما يشوفش غير نفسه هو، يقول لك علاه تقول لي كيما هكا. كاين الناس اللي ماهيش تشوف، كاين اللي ما تعرفش هذيك الحاجه كي دايره. نقول لها هذيك ادق التفاصيل باش تعرف حيتيات كاع هذيك الوصفه. وحده ما تشوفش وكفيفه، لازم نعطوها هي تما، راهي تسمع، راهي تسمعني كي دير اليوتيوب، راهي تسمعني، راهي تقول هذيك الوصفه كي دايره. كي نقول لها الملمس تاع العجينه كي داير، ونقول لها يكون قطني طري ما يكونش ناشف، غادي تحس به بيديها، ما غاديش تشوفها بعينيها، بيسك سمعتيني غادي تحسي بها. نمدها لك من قلبي باش تكون صادقه معاك، باش توصل لك بصدق وامن. ام غفران غادي تشوفي 3 صور، علقي لنا عليهم. وهنايا الاخت سليمه يعلى شاف كبيره، نبغيها بزاف، لها كل التقدير مني، وهي حتى هي عطاتني تشجيع كبير. عجبها شنو نقدم في القناه، تعجبوها كل الاطباق تاعي بالشهاده تاعها. زادت دعمتني، قالت لي واصلي راكي مليحه بالبزاف. وصرتو حنا الغرب الجزائري، يعني الشيف الاكبر اللي شفت تاع الجزائر دائما من الجزائر بداتها، يعني ما عندناش هذا انت من وهران وانت من الاخر، بصح كي هنايا في اليوتيوب بدينا نبدو هذا انت من وهران انت منا، ونمزجوا هذيك الثقافات بدون عنصريه، بدون اي حاجه، الجزائر واحده وعصارة يعني الجزائر. هذا ما تمت هنا الشيف محمد أوشان، ثاني كان من الناس اللي دعموني ايضا في قناتي، اعطاني ديزاستوس بزاف وشجعني ايضا، ثاني اكن له التقدير. وصافي بليزير اللي قريت عن شيف كبير كيما هكا، وديت منه في مجال البيتزا والمعجنات والمملحات. هنا الشيف نبيل كواشي ايضا من الشرق الجزائري، نوجه له تحيه، دي تخصصات كبيره من عنده، ودي زاسيو ثاني في الطبخ تاع الشرق الجزائري، باش هكا كي يقولوا لي الناس او المشتركين او متابعين او حتى زوار من الشرق الجزائري، هكا نعطيهم ثاني اطباق على حسب الثقافه تاعهم. طموحات ام غفران؟ طموحاتي انني القناه تاعي نزيد نطور منها، نزيد نمد فيها اكثر واكثر، نزيد نرضي الجمهور تاعي بكل حاجه ترضيه. يعني ما نبغيش كاع كيما نقول لك شعرات تهز منها، لان اي مشترك ولا مشتركه نعدهم انا الاخوه والاخوات تاعي، دائما نقول لهم انتم اخوتي واخواتاتي، يعرفوني بهذه الهضره ويعرفوني بهذه الجمله. كي نبدا الفيديو نقول لهم اخوتي واخواتاتي، اي حاجه خاصتكم حطوا لي في كومونتير، حطوا لي حتى في على الصفحه تاعي ولا على الانستغرام ولا اي حاجه نجم نديرها لكم ونرضيكم بها وتفرحوا بها، راني هنا ما كاش مشكل. كأم غفران تمنية تاعي أن يكون عندي مطعم ولا كما نقولوا حنايا غستورون للطبخ الوهراني المحض، يعني كي يدخل الواحد قاعدة وهرانية مليون بالمئة ماشي 100%. كلمة لقناة شباب دي زد؟ قناة شباب دي زد ديجا راهي تهضر على روحها، شباب، كل ما هو شباب فيه التجدد، فيه حاجة إبداع. إن شاء الله القناة تاعكم نتمنى لها التوفيق في كل حاجة صغيرة وكبيرة، إن شاء الله توفقوا أكثر وأكثر، وإن شاء الله يا ربي التوفيق. هذا ما نقول لكم، وشكرا بزاف 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 درتوا هذه الالتفاتة لأختكم أم غفران.
you